المسؤولين الرياضيين والحكوميين. خلكم معنا بعد هذا الفاصل نتابع هذه التغطية الخاصة. شيخ محمد العبد الله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يا هلا ويا مرحبا فيك. اليوم ما شاء الله احتفالات تتواصل بالكويت عبر ابطالها فهيد الدحاني يوم وصل، اليوم عبد الله الطريق الرشيدي، وان شاء الله دائما الافراح موجوده. ميداليتين غاليتين، نبي شعورك. يعني امانه شعور لا يوصف. اتكلم عن شخصي انا، يعني قريب جدا من نادي الرمايه، عبد الله الطريق بالذات عاشرته من سنة 85، وأعلم بأن هذا البطل بالفعل حقق كل الإنجازات العالمية باستثناء الميدالية الأولمبية، وها هو الآن واصل الكويت إن شاء الله حاملا أغلى الألقاب وهو اللقب والميدالية الأولمبية، بعد ما حقق بطولات قارية وعربية وخليجية ودولية وآسيوية. فمبروك لعبد الله الطرقي بطرار، ومبروك لنادي الرماية الكويتي على هذا الإنجاز الغير مسبوق. كنا نحلم في السابق بميدالية، تحققت أول ميدالية في سنة 2000 وتكررت سنة 2012، وها نحن الآن في 2016 ونحتفل ليس بميدالية برونزية فقط بل بميدالية برونزية وذهبية، وهذه باكورة جهود مخلصين من أبناء الوطن في اتحاد الكويت أو نادي الكويت للرماية. فمبروك لكل الأبطال اللي شاركوا للأسف تحت العلم الأولمبي، ولكن يحملون في قلوبهم الكويت واسم الكويت، والكل يعلم بأنها ميداليات كويتية. فمبروك للكويت على هذا الإنجاز العظيم إن شاء الله. شيخ محمد العبد الله، بستغل وجودك في سؤال أخير. الأبطال دائما ما تتعبهم الدولة ومسؤولين وشعور الفرحة دائما متواجد، لكن مسألة الإيقاف وعدم الإيقاف، شنو تشوف الغصة هذه اللي كلنا حسينا فيها بداية من فهد الدحاني إلى عبد الله الطرقة عندما أنزل رأسه شوية، يعني كان منظر غير جميل، شنو تشوف الحل قريب بإذن الله؟ إن شاء الله الحل قريب. يعني حتى وأنت تسألني أحس بقشعريرة في بدني، لأن يصعب على الإنسان أن يتخيل بأن أبناء وطن يسعون لإيقاف رفع علمهم. هذا أمر يعني ما يدخل العقل، لكن إن شاء الله تهدأ النفوس ويكون التعامل قانوني و باحترام المواثيق الدولية إن شاء الله، وسيرفع الإيقاف إن شاء الله آجلاً أم آجلاً، هذا شيء مؤكد. أعزائي المشاهدين، معنا الأستاذ عبيد العصيمي الأمين العام للاتحادين العربي والكويتي للرماية. في البداية نبارك لكم كنادي رماية كويتي هذا الإنجاز الثاني، ما شاء الله اليوم الكويت تتصدر الدول العربية في سجل الميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو، ذهبية لفهيد الدحاني واليوم برونزية لعبد الله الطرقي، وراح نستقبل عبد الله كأمين عام لنادي رماية الكويتي أو الاتحاد الكويتي للرماية، وجهة نظركم في هذا الموضوع وشعوركم في هذا الإنجاز الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن فخورون بهذا الإنجاز وفخورون بأبطالنا. يوم أمس استقبلنا بطلنا فهيد الدحاني، واليوم نستقبل أيضا بطلنا الأولمبي عبد الله الطرق الرشيدي، ساعدنا بهذا الإنجاز. وطبعا نحن نتشرف بإهداء هذا الإنجاز إلى صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي كافة. وطبعا هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ، كان هناك جهد جماعي، جهاز فني وإداري يعمل في مساندة الرماة، وطبعا رماة الأبطال رغم جميع الظروف التي مروا بها لأنهم أبوا إلا أن يسطروا هذا الإنجاز ويحصدوا هذه الميداليات، ونحن فخورون بأبنائنا وبفهيد وعبد الله الطرقي. كنتم متوقعين استاذ عبيد هذا الانجاز من عبد الله اليوم الميداليه البرونزيه، خصوصا ان عبد الله ما شاء الله عليه يمكن في التصفيات حقق نتيجه كبيره
تعتقد القانون الدولي الجديد؟ أدري أن اليوم متأخر نتكلم عن القانون الدولي الجديد لأنه ما يعتبر جديد، صار له 3 سنين. تعتقد عبد الله ما كان محظوظ يمكن في هذا القانون لو كان على القانون الدولي القديم، كان عبد الله فرصته أكبر في الميدالية الذهبية؟ طبعا هو القانون ما في شك القانون والجميع يعني بالنهاية، ولكن عبد الله يعني حسب خبرته ويعني وإحنا كنا نشاهد النهائي والتصفيات كنا واثقين بان بخبرته وثقته بنفسه انه سينافس ويحصد احدى الميداليات، ولله الحمد هذا تحقق هذا الشيء، وكانت يعني توقعاتنا في محلها وثقتنا في ابطالنا في محلها، ولله الحمد، فان شاء الله تستمر هذه الانجازات في المستقبل ان شاء الله. شكرا لك استاذ عبيد، ونبارك لك مره اخرى كنادي رمايه كويتي اكو كاسره رمايه هذه الانجازات الجميله. انتم اليوم يعني كشعب كويتي أو كجمهور رياضي نفتخر فيكم لأن ما شفنا الميداليات الأولمبية إلا عن طريقكم، فشكرا لكم على هذا الإنجاز. شكرا، ونهدي أيضا هذا الإنجاز للشعب الكويتي كافة، وإن شاء الله بدعواتهم ومساندتهم تستمر الرماية الكويتية إن شاء الله اللفظة. تتواصل الافراح من صاله التشريفات، ومعي الان النائب عبد الله التميمي رئيس مجلس الامه بالانابه. يا هلا ويا مرحبا فيك، شعور بالفرح كبير من اهل الكويت، يتقدمهم ممثلين الشعب، يتقدمهم مسؤولين من الحكومه وكافه الشعب الكويتي. لما وصل لكم الخبر قول لنا عن الفرحه اللي حسيتوها بتحقيق ميداليه ثانيه بعد ذهبيه في حديده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما سمعنا خبر الميدالية البرونزية من البطل عبد الله طرقي الرشيدي، حقيقة يعني أضاف إلى فرحتنا فرحة تحقيق البطل فهيد الديحان للذهبية وكذلك برونزية، يعني حقيقة أعطانا شعور طيب وسعادة كبيرة وبهجة في الشارع الكويتي، وأثبتوا أبطال الكويت الرماة أنهم على قدر المسؤولية حقيقة وعلى قدر الكفاءة، وأنهم فعلا نجوم ذهبيين أولمبيين يستطيعون أن يتوجوا الذهب والفضة والبرونز في كل المحافل الدولية. هذا اليوم احنا طبعا الان قدمنا لهذه صاله التشريفات لاستقبال البطل عبد الله طرقي الرشيدي، وبالامس استقبلنا طبعا بطلنا فهيد الديحاني. هذا اقل تقدير حقيقه سواء من ممثلين الشعب ولا او من المسؤولين في الدوله، هذا اقل تقدير لهؤلاء الابطال. حقيقه امنيتنا ان احنا نصلهم الى مكانهم وناتي وياهم، ولكن احنا الان في انتظارهم، وان شاء الله يوصل بالسلامه بطلنا عبد الله طرقي الرشيدي ونحتفل في قدومه. وأيضا هذا كما أيضا رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم إن شاء الله بعد عودته من إجازته الخاصة راح يقيم حفل تكريم للبطلين عبد الله فهيد الديحاني وعبد الله طرقي الرشيدي يليق بهذا الإنجاز الكبير. ويتأكد الجميع بأن احنا كأعضاء مجلس أمة ومجلس أمة رئيس وأعضاء الجميع حقيقة لن نقفل دور الشباب ودور الرياضة، بل نعطيهم جل اهتمامنا. هناك طبعا وزير يمثل الشباب والرياضة، وزير الشيخ سلمان الحمود يبذل جهد كبير في هذا الإطار، وكذلك أيضا الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ أحمد المنصور، حمود فليط، دكتور حمود فليطح، الجميع حقيقة يبذلون ما في وسعهم من أجل تطوير الرياضة ومن أجل الحفاظ على سمعة الكويت في المحافل الدولية ورفع علم الكويت واسم الكويت، ولكن للأسف يعني جرت الأمور بما لا يعني جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. والآن احنا حققنا ذهبية وحققنا برونزية، وإن كان تحت العلم الأولمبي، ولكن هذول منو؟ هذول أبناء الكويت، فهيد الديحاني ابن الكويت البار، وعبد الله طرقي الرشيدي ابن الكويت البار، فلا ما لنا غنات عنهم، ولا هم اصلا لهم غنات عن بلدهم، ولذلك هم يفتخرون. يعني امس شفنا احنا فهيد الديحاني لما جاء ويرفع علم الكويت ويبتهج وكانه معني يعني حقق فرحته هنا على ارض الكويت، وان شاء الله يستحقون منا كل التقدير وكل الاهتمام وكل الرعايه ان شاء الله. نجوم ابطال الرمايه والابطال في كل المحافل، واحنا ايضا عندنا يعني طموحنا فيهم ان شاء الله في المحافل القادمه تحت اسم الكويت وعلم الكويت ان يتحقق ان شاء الله الذهب والبرونز والفضه. دكتور حمود فليطح نائب المدير العام للهيئه العامه للرياضه، يا هلا يا مرحبا فيك. اليوم كلنا فرحانين بهذا الشعور الجميل ان عندنا ابطال اولمبيين، والحين صاروا 2 كان 1، الحين انضم له عبد الله الطرقي الرشيدي عبر برونزيته في لعبه السكيت. كنا نتمناها ذهبيه وفضيه، لكن شاءت الاقدار
والميداليه الاولمبيه دائما حقنا احنا كعرب اي لون انجاز عظيم وكبير. دكتور حمود الفليطح اليوم بدك تكلمني عن اول شيء كمسؤول تلقيك للخبر، المسؤولين بشكل عام دائما احنا نقول نبي ودنا نكون بنفس الغرفه اللي يكون فيها المسؤول متواجد عند حدود هذا الانجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، انا شاكركم على هذا اللقاء، ويمكن شعوري لا يوصف الحقيقه، خصوصا لما نكون يعني لما يكون هناك عمل متكامل وهذا العمل يثمر عن شيء. اليوم يمكن فرصة طيبة أن نشكر طبعا نادي الرماية وعلى رأسهم الأخ دعيج العتيبي والأخوة أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني كله على الحقيقة يعني جهودهم. واضح أن هذا نادي منظم، نادي يعني يخطط بطريقة جيدة، استطاع أن يوصل العديد من الأبطال. يعني إحنا الحقيقة ترى ما كان متوقع بس الأخ فهيد والأخ عبد الطرق أنهم يفوزون، أيضا كان هناك العديد من الأخوان، يمكن فيحان كان مؤهل، ناصر المضاف أيضا كان له فرصة، وكثير من الأخوان. فواضح أن هناك تخطيط جيد. الكويت كانت في منصات التتويج خلينا نقول من 12 سنة بوصول الأخ فهيد، وأيضا الطرقي كان قريب من هذا الموضوع، قدر عبد الله الطرقي أن يكسر الحاجز النفسي ويدش الآن على منصة التتويج بالبرونزية، ولعبتهم يعني يمكن لعبة نفسية. لو تلاحظون إذا أنتم تابعتوا ممكن تكون أنت بالتصفيات تطلع السادس وبالنهاية تطلع الأول، هذا اللي حصل مع الأخ فهيد، ونفس الشيء مع طلقي. فبالتالي يعني اليوم نادي الرماية الحقيقة من الأندية اللي قاعد ينتج لنا يعني أبطال. نأمل إن شاء الله أن اليوم جميع لاعبينا في جميع الألعاب يحذون حدهم، وأنا متأكد أن في البطولات الأولمبية القادمة أنهم يستطيعون أول شيء أنهم يلعبون تحت علم بلدهم، وهذا الشيء المهم، وأيضا أن تكون هناك العديد من الميداليات اللي حقيقة تفرح الكويت. لليوم أصبح لنا موقع ما بين دول العالم من خلال هؤلاء الأبطال. دكتور حمود، دائما إحنا الأبطال نفتخر فيهم وتأخذنا الفرحة بوقتهم، لكن أنت كمسؤول أنا واجب علي أني أسألك أسئلة من الشعب الكويتي. يقول لك إحنا اليوم فرحانين بنكرمهم، بعد سنتين دائما يقولون ما حد يدري عنهم، طبعا احنا هذا اللي نسمعه، لكن انت كمسؤول الان نادي الرماية تبون تقعدون معاهم وتشوفون مثلا شنو يحتاجون، ما هي خطتهم، تدعمونها ماديا، لو تعطينا نبذة عن هذا الشيء. يعني يمكن اذا تلاحظ بداية كلامي قلت لك ان النادي نادي ماشي على منهج خلينا نقول علمي جيد، واضح انه يعني في خطط كبيره عندهم، في بطولات يستضيفونها سنويا، يشاركون في بطولات كبيره، عندهم مدربين جيدين، ولذلك طلع هذا الكم الكبير من النجوم. يعني اليوم عندنا اعتقد في جميع الالعاب يعني جميع انواع الرمايه وخصوصا رمايه البندقيه، يمكن عندنا الان لا اقل عن 6-7 ابطال مؤهلين كابطال عالم او مؤهلين يكونون من ابطال العالم. فاليوم التخطيط هو مسؤوليه النادي سواء بالنسبة للرماية أو مسؤولية الاتحادات بالنسبة لبقية الألعاب. إحنا اليوم كدولة قاعد نرعى الحقيقة اللاعبين في كل ما نملك من إمكانيات. أيضا هناك عندنا في لائحة الاحتراف وتحفيز اللاعبين حوافز أعتقد تشجع أي لاعب أن يحقق ميدالية. اليوم الأخ فهيد الدحان البطل راح يعني يأخذ مكافأة 5000 دينار مدة 4 سنوات، الطرقي راح يأخذ 3000 وفقا للائحة، ونأمل إن شاء الله أن يصير عندنا 100 بطل. احنا نعمل هذه ما عملناها الا تحفيز لهؤلاء اللاعبين. ايضا عندنا مشروع البطل الاولمبي، هذا مشروع من ضمن خطه التنميه ايضا شغالين عليه. واحنا الحقيقه يعني ترى ما دعمنا بس الرمايه، دعمنا ايضا لاعبين المبارده، في عندنا احد اللاعبين اللي تاهلوا، دعمنا عندنا دعم وتخطيط جيد مع العاب القوه. انا اعتقد الان على الاتحادات ان يدرسون وضعهم شنو الالعاب المامول ان مستقبلا نقدر بالاولمبياد نحقق فيها نتائج، واحنا على اتم استعداد لدعمهم ماليا. مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصة لوصول البطل الأولمبي عبد الله الطرقي الرشيدي. معنا عضو مجلس الأمة النائب سعد الخنفور. في البداية نبارك لك كويتي متابع للرياضة هذا الفوز، وكلمنا عن مثل هذا الإنجاز وشعورك اليوم كمواطن كويتي بإنجاز البطل الأولمبي عبد الله الطرقي.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهدي هذا الفوز إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى أبناء الشعب الكويتي كافة. وأقول يا عبد الله الطرقي رفعت راية الكويت وأشكرك على هذا الفوز، وهذا الفوز ليس لعبد الله الطرقي وإنما فوز الكويت جميعا، ونتمنى بإذن الله تعالى أن يكون في المستقبل قادم أن يكون تحت هذه المنافسة تكون تحت علم الكويت وتنحل هذه القضية الرياضية اللي كل يعاني منها جميع الشعب الكويتي. كنت متوقع أن عبد الله الطرقي يحقق هذا الإنجاز خاصة أن ما شاء الله عليه أبو طلال معودنا يعني على الإنجازات؟ والله الفوز أبو طلال اليوم ليس غريب، هو دائما معودنا على هذا الفوز، ولكن كنا نتمنى أن تكون أكثر من البرونزية، وأتمنى له إن شاء الله التوفيق والنجاح في حياته. مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الخاصة بوصول البطل الأولمبي عبد الله الطرقي، ويمكن ما أدري أتوقع أن أكثر الأشخاص الفرحانين اليوم في صالة في قاعة التشريفات هو البطل أيضا والرامي عبد الله طلال عبد الله الطرقي. طلال في البداية مبروك هذا الإنجاز الجميل اللي حققه الوالد، وأبي شعورك وأنت تتابع المنافسة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية ودي أني أذكر آيات كريمة من كتاب الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. صراحة هذا الإنجاز إنجاز أولمبي لدولة الكويت بفضل الله تعالى، من بعد مسيرة طويلة في التجربات والتحديات في الرماية لله الحمد حقق البرونزية، والرامي الكبير الأولمبي فهد الدحاني حقق الذهبية، وهذا يعتبر إنجاز عالمي وأسطوري لدولة الكويت رغم الظروف اللي حصلت، لكن نقول قدر الله ما شاء فعل. وأشكر أخواني، ما أبي أكبرهم، أخواني الرامي عبد الله الطرقي وفهد الدحاني على هذا الإنجاز، ونوعدهم بإذن الله أن راح نكمل هذه المسيرة ونحقق مزيد من الميداليات في الأيام المقبلة إن شاء الله. يمكن لو تابعت لقاء مفدنا في البرازيل فريد دشتي مع الوالد اللي هو البطل الأولمبي عبد الله الطرقي، قال بأن أوصي طلال بأنه يكمل المسيرة. طلال أنت في 2012 يمكن والمشاهدين عارفين شاركت مع الوالد في الأولمبيات، الأجواء الأولمبيات، واليوم أنت تتابع الوالد، حسيت أن الوالد بيطلع له ميدالية خصوصا أنه بتصفيات ما شاء الله عليه حقق رقم يعني عالي جدا؟ نعم، الأولمبيات هذه بطولة فريدة من نوعها من جميع اللعبات الرياضية، يعني البطولة الأولمبيات تحصل كل 4 سنوات مرة، نعم، وتكون فيها تأهيل، يعني ما يتأهل الأولمبيات إلى نخبة الرماة اللي هو 36 رامي من كل لعبة إلا لعبة الدبل تراب حوالي 12 أو 18 رامي. فضل الله تعالى أنا شاركت في أولمبيات 2012 شاركت في أولمبيات 2012 وكنت غريب في المشاركة لأولمبيات ريو، لكن فضل الله تعالى ما قصر أخوي عبد الرحمن الفيحان، أخذ الكوتا بليس وشارك في الأولمبيات، لكن بإذن الله ما دام أن الوالد حط أمله فيني أني أحقق الذهبية في الأولمبيات الجاية، أنا أوعد شعب الكويت كافة والعرب كافة بإذن الله أني أحقق هذه الميدالية الذهبية، وراح أجد وأجتهد لوصول رفع علم بلدي الكويت عالي إن شاء الله. نعم، شعورك بعد تحقيق الوالد للميدالية البرونزية، وخصوصا طلال يمكن الكل تفاجأ بتفاعل الجمهور البرازيلي مع الرامي عبد الله الطرقي؟ نعم، صراحة كانوا يقولون رامي بلا وطن، نعم، لكن لله الحمد له وطن وله قبيلة وله عائلة وله جماعة. هذه تعرف أنت إشاعات، وتعرف الناس السوشيال ميديا الحين يطلع الكلام على أتفه الأسباب، لكن صدقني بالله أن عنده دولة كاملة واقفة معاه، ومثل ما أنت شايف الحضور تبارك الرحمن، يعني هذا أقل واجب يقدمونه حق أخوهم الرامي عبد الله الطرقي الرشيدي.
هذا صاحب الإنجاز. حفل ان شاء الله يليق فيكم ان شاء الله بعد عودتكم تستاهلون كل عبد الله قبل البطولة هي اللي رفعت معنوياتي كلمة تم 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 نبيك توعدنا إن شاء الله في اليابان بعد ميدالية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله وبفضل الله أن البطولة هذه أفضل رامي في هذه البطولة عبد الله الرشيدي من الكويت رقم أولمبي لأربع سنوات قدام الحمد لله الحمد لله البرازيل كلهم يشدوني طلال الكويت دولة ما تنحني لها فيها رجال والله لو علم الكويت منزلينه بقوة ما شايف هذا اني لا ارفعه والله لو على رقبتي انه يرفع على الكويت
يا هلا مرحبا فيكم. متواصل تغطيتنا بوصول البطل الأولمبي عبد الله الرشيدي. ما شاء الله إنجاز كبير. معي رئيس نادي الرماية الأخ المهندس دعيج العتيبي، نبارك لك هذا الإنجاز. الله يبارك فيك، شكرا لكم. والحمد لله اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى توفقت الرماية الكويتية بتحقيق ميداليتين أولمبيتين في ريو دي جانيرو. كنا نتمنى طبعا كلنا أنها تكون تحت علم بلدنا الكويت، لكن أبطالنا لله الحمد مثلونا خير تمثيل وحققوا إنجازات كبيرة باسم بلدهم الكويت. احنا سعيدين طبعا في هذا الإنجاز اللي تحقق، اللي حقق البطل عبدالله الطرقي، وأيضا اللي حقق أخوه فهد الديحاني في رماية الدبل تراب. احنا طبعا نيابة عن جميع منتسبي رياضة الرماية الكويتية نرفع هذا الفوز إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولا سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وإلى الأخ الفاضل معالي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب اللي اليوم بعد شاركنا، وأيضا معالي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وكل من شارك اليوم من إخواننا المسؤولين. وأيضا نشكر معالي رئيس مجلس الأمة ومن حضر نيابة عن رئيس مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي وكل نواب مجلس الأمة اللي حضروا اليوم في قاعة التشريفات وأبناء الشعب الكويتي. شكرا لكم من نادي الرماية، وشكرا لأهل الكويت اللي أثبتوا دائما أنهم محبين لبلدهم، محبين لأي إنجاز يتحقق باسم بلدهم سواء رياضي أو غير رياضي. وإن شاء الله نتمنى أن الفرحة دائما تعم بلدنا الكويت في كل المناسبات. شكرا. مستمر معكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا الخاصة بوصول البطل الأولمبي عبد الله الطرقي والحائز على الميدالية البرونزية. معي سعود حبيب زميل عبد الله في هذه الرحلة ورحلة تحقيق هذا الإنجاز. سعود، أنت أيضا كان فيه مجال أنك تكون يعني مع الشباب وحاصل على ميدالية، لكن كلمني عن أجواء المنافسة بشكل عام، وهل كنت متوقع أن اليوم عبد الله الطرقي يرجع في الميدالية البرونزية؟ أول شيء مساكم الله بالخير ومشكورين على تواجدكم في قاعة التشريفات. طبعا تدري أنت اليوم هذه أولمبيات، يعني غير محفل رياضي كبير، وعارف أن أفضل الرياضيين يتواجدون في هذا المحفل، ولله الحمد الست رمات اللي رايحين ومتواجدين في ريو ما هي بعيدة عنهم أنهم ينجزون أي ميدالية. يعني من تبي أسمي لك من فيد لي أصغر رامي اللي هو عبد الرحمن المنديل، كلهم لهم حقنا ياخذون ميدالية. بس تدري قد الله ما شاء فعل، وهي مكتوبة من حقه تروح الميدالية، سواء أخوي فهد الديحاني حصل على الذهبية وأخوي عبد الله الطرقي حصل على البرونزية، كل شيء مسجل ومكتوب. وإن شاء الله الجايات طبعا مستقبل قدامنا احنا كشباب ونتواجد، إن شاء الله نحصل على الميداليات في طوكيو. عبد السعود عفوا، توقعت أو عفوا القانون الجديد، قانون رماية الجديد الحين ما يعتبر جديد، يمكن صار له 3 سنوات، تعتقد أنه ما خدم عبد الله الطرقي خصوصا بتصفيات حقق رقم كبير وكان ممكن تكون فرصته أكثر في هذا الجانب؟ شوي القانون هذا صحيح ظالم، بس هم نقول الحمد لله على كل حال على الإنجاز. طبعا القانون الجديد ترمي 5 جولات بعدين دش من جديد 0-0. عبد الله كان متصدر ورقم عالمي، بس بالنهايات تدري بالقانون الجديد تصدر عليه الايطالي والسويدي ولعبوا على الاول والثاني، والطرقي الحمد لله لعب على الثالث والرابع وانجز الميداليه البرونزيه. نعم. سعود، انا كثرت عليك الاسئله بس لانك كنت مزامل عبد الله في هذه المسابقه، شعوركم بعد ما حطم عبد الله الرقم العالمي؟ هو حطمه في التصفيات، عبد الله حقق رقم عالمي جديد، شنو كان شعوركم بعد تحقيق هذا العالم شخصيا حسيت بدافع سعود انك ممكن انت ايضا تنجز وتنافس في هذه المسابقه؟ والله الحمد، طبعا مو بس دافع لي انا، دافع لاخواني الرماة كلهم والشعب الكويتي كله. صحيح. والله الحمد، يعني انت يمكن كنت موجود بالكويت وتشوف التواصل الاجتماعي جدا كان متواصل ويانا والله الحمد. وعبد الله طبعا يوم سجل نيويورك، طبعا هذه شيء حق الكويت مو بس حقه هو كشخصه، والله الحمد طبعا. وعبد الله ما هي غريبه علي. انا سعود ما بقول لك هارد لك، بقول لك يعطيك العافيه. بالنهايه انت كنت احد مشارك مع نخبة الرماة في هذه الأولمبيات، نتكلم عن 36 رامي من جميع دول العالم شاركوا في هذه المسابقة، يعطيك العافية على هذه المشاركة، وإن شاء الله مستقبلا نسعود نلتقي معاك هني بعد طوكيو بإذن الله تعالى، وتكون أنت راجع لنا إن شاء الله بالذهب هالمرة. إن شاء الله، الله يسمع منك دعواتكم، جزاكم الله خير ومشكورين. قوة وغنى لنا
في البيت كلنا يا غلانا وامنا قالك العمر جهنا إلى هنا أعزائي المشاهدين يكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة بوصول البطل الأولمبي عبد الله الطرقي الحائز على الميدالية البرونزية في مسابقة السكيت بأولمبياد ريو دي جانيرو. نبارك للاعب عبد الله الطرقي هذا الإنجاز الأولمبي، كما نبارك لدولة الكويت حكومة وشعبا هذا الإنجاز الذي يضاف إلى إنجاز البطل الأولمبي أيضا فهيد الديحاني الحائز على الميدالية الذهبية في مسابقة الدبل التراب. أترككم برعاية الأعلى من اللقاء فيكم إن شاء الله في لقاءات وتغطيات قادمة على الشاشة التي تجمعني فيكم دوما، شاشة قناة كويت سبورت.